حقق نجاحا حتى الآن ونحن لم نختتم بعد، وإنما الاهتمام الذي لاحظته من الكثيرين وترقب عقد هذا اللقاء يشير إلى أن هناك مناخا في مصر للاستمرار في هذا التحاور والتناقش حول مختلف القضايا الثقافية والفكرية المشتركة على مستوى الوطن العربي. وفي هذا الصدد أنتهز هذه الفرصة لأعلن أن الأهرام قرر برئاسة رئيس تحريره الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الهادي علام أن ينشئ خلال الأسابيع القليلة القادمة صالون ثقافي مستمر يعقد مرة كل شهر تندرج تحته مثل هذه الفعاليات بشكل دوري ودائم ثقافية المشتركة سواء في مصر أو في سائر الأقطار العربية. باسمكم كواحد من المهتمين بهذا المجال أحيي رئاسة تحرير الأهرام على هذا المشروع الذي سنبدأه بإذن الله ابتداء من الشهر القادم شهر نوفمبر، وسيكون على رأسه أستاذنا الكبير الدكتور جابر عصفور، فتحية للأهرام على ذلك. وقد كان هذا الملتقى دليلا على يعني أن هذا المشروع مشروع بالفعل نحتاجه وسيكون له التأثير الكبير الذي كان في هذا الملتقى. أنتقل الآن إلى موضوع هذه الجلسة وهو المثقف والدولة في إقليم مضطرب. الحقيقة أن كلمة مضطرب هذه لم تكن من الكلمات الدالة على الواقع المعيش مثلما هي الآن في هذه الفترة التي نعيشها. نحن في بلد نجتمع فيه لنتحدث عن التلاقي الثقافي بين مصر ولبنان، وعلى حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية وعلى مشارف الوطن من كل جانب الاقتتال والفوضى وكل ما لا نرضاه لوطننا العربي. الاقتتال الذي لم يعد ما بين الشعب المحتل والأجنبي الذي يحتله، وإنما أصبح بين الشعب والشعب. لم يعد بين دولة وأخرى حتى في إطار الوطن العربي، وإنما داخل الدولة الواحدة. لم يعد بين صاحب الديانة وصاحب الديانة الأخرى، وإنما أصبح بين أتباع الديانة الواحدة. كل هذا يجعل كلمة المضطرب هذه ربما كانت وصفا مخففا لما نراه من حولنا. ومن هنا تبرز أهمية الدور الثقافي، أهمية الفكر وأهمية عن المجتمع، أن الثقافة لم تقم بدورها. وقد سمعت أيضا في هذه القاعة أنه بعد ثورة 25 يناير تراجع المثقفين وتراجعت الثقافة وتركوا الساحة للنشطاء السياسيين والدعاء الدينيين وغير ذلك. وأنا في الحقيقة أختلف مع هذا وأقول أن 25 يناير لم تكن
من الممكن أن تقوم لولا الدور الذي لعبه المثقفين في هذا الوطن وفي هذا المجتمع على امتداده العربي بالكامل. ولن أنسى يوم حضر إلى اتحاد كتاب مصر مجموعة من الشباب الذين قادوا مظاهرات 25 يناير، جاءوا ليشكروا الكتاب والأدباء وليقولوا لولا ما قرأنا لكم ما كنا قد نزلنا إلى الشارع يوم 25 يناير. واستمر هذا الدور بعد 25 يناير إلى 30 يونيو أيضا. فحين اجتمع اتحاد كتاب مصر في جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة لأول مرة في تاريخ مصر من رئيس جمهورية قائم وفي ظل حكمه، كان هذا عملا ليس للنشطاء السياسيين ولا للدعاة الدينيين وإنما للمثقفين. وحين توجهت جموع من المثقفين من أدباء وكتاب وتشكيليين وموسيقيين ومفكرين إلى وزارة الثقافة ودخلوها وحالوا دون دخول الوزير الذي ينتمي إلى جماعة الأخوان إلى هذه الوزارة، لم يكن هذا عملا للنشطاء ولا للدعاة وإنما كان عمل المثقفين. وكان يقال وقتها أن المثقفين احتلوا وزارة الثقافة، والواقع أنهم لم يحتلوا وزارة الثقافة وإنما حرروا وزارة الثقافة التي كانت أول بقعة في مصر تتحرر من حكم الأخوان الذي سقط بعد ذلك في 30 يناير بسبب هذه البقرة الثقافية التي كان لها من التأثير الثقافي ما يتصل مباشرة بالدور الذي نتطلع إليه بالنسبة للمثقفين.